ضربات موجعة تلقاها الثوار الليبيون اليوم، فعية قوات القذافي تمكنت من صد هجوم لهم في منطقة البريغا شرقي ليبيا وأرغمتهم على التراجع بعدما اقتربوا حتى عشرات الكيلومترات منها. ودوى انفجار قوي في أجدابيا أعقبته سحابة هائلة من الدخان، قال شهود إنها غارة جوية نفذتها طائرات حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي نفاه الحلف. وأجبر القصف العنيف على البوابة الغربية لأجدابيا الثوار على مغادرتها. أما في الغرب فقد أعلن مصدر للثوار عن مقتل عدد من مقاتليهم في مصراتة، حيث احتدمت المعارك على الطريق المؤدي إلى الميناء الذي يسيطرون عليه، بينما استمر القصف على الزنتان التي دمرت فيها طائرات الأطلسي مخازن أسلحة للقذافي. على صعيد آخر، وصلت سفينة تابعة للصليب الأحمر إلى مصراتة ضمن مهمة عسكرية إنسانية تزامنا مع خطة للاتحاد الأوروبي لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة المحاصرين. وذكر بيان تابع للصليب الأحمر أن فرق الإغاثة التابعة له في طريقها إلى الزاوية. وتأتي هذه المهمة بعد انتقادات من الثوار لقوات الحلف الأطلسي بالتقصير في حماية المدنيين في مصراتة. وطلب المتحدث باسم الثوار أن تتولى فرنسا قيادة العمليات في مصراتة، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن طائرات الحلف دمرت بشكل كامل سكنات وكتائب القذافي في محيط المدينة. وعشية وصول لجنة الوساطة التابعة للاتحاد الإفريقي، أعلن الثوار الليبيون رفضهم لأي وقف لإطلاق النار قد يفضي إلى بقاء العقيد معمر القذافي أو أي من أبنائه في السلطة. حسين الطود، العربية.